السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الدي زد. اليوم الحصة تاعنا وهي نجم ريال مدريد يسب المغربي إبراهيم عبد القادر دياز. ما القصة؟ يعني بعد ما عاودوا تصالحوا يعني قبل المباراة اللي غادي تلعب أمام مانشستر سيتي غدا إن شاء الله، يقولوا واه ما شاء الله، انهى الثنائي ريال مدريد ابراهيم دياز وبيدريكو الجدال الكبير اثر وين اثر يعني وين تاثير عن وجود خلاف بين لاعبين بعد مباراه فريق ريال مدريد الاخيره امام ريال مايوركا يوم السبت الماضي، ممن يعني ضمن المنافسه الدور الدرجه الاولى الاسبانيه لكره القدم. وكان فيدريكو قد سب ابراهيم عبد القادر دياز بكلمات غير لائقه خلال مباراه مايوركا وريال مدريد بعد فقدان اللاعب المغربي الكره وعدم عودتها الى الخلف لاداء المهام الدفاعيه. هي كاينه هذو الصوالح، كاينين هذو الصوالح كاينين، تقولوش تاع ذاك البرازيلي اللي كذب محرز مره اخرى الدبر مش عاد لحق البوله 2018، هذه 2018 الصوالح كاينين. يعني شات ناس واحد قال له كله قال لك هذا خويا حر يضرب على روحه ولا هاولي انا معاك صارت محرز محرز يعني سبحان الله وهاولا. وكان فيدريكو قد سب ابراهيم دياز بكلمات غير لائقه خلال مباراه مايوركا وريال مدريد بعد فقدان اللاعب المغربي الكره وعدم العودة إلى الخلف لأداء مهامه الدفاعية. وانتشرت أنباء عن إمكانية تصاعد الخلاف بين اللاعبين قبل أن يتدخل بنفسهما لإحتواء الموقف، حيث علق الثنائي على الصورة جمعتهما سويا. يعني تصالحوا يعني لعابة صاحب في الملعب يعني ديما اللي يلعب كورة يعرف هذو الصوالح. تلعب سات سات تلعب مع خوك تولي تزكي عليه هو يزكي عليك، مع خوك سات سات معود عمك تلعب سات سات يولي يزكي وتزكي، ومن بعد نورمال تكمل بارتي انت واش تروح تلاقاو في الليل في قهوه راك قاعد تلعب ديمينو نورمال. ونشر يعني الحساب الرسمي لريال مدريد صوره لابراهيم دياز مع فيدريكو من احد التدريبات الفريق، وقد اعاد الدولي المغربي نشره معلق اخر مع رفقائه رمز يعني تعبير لقلب ابيض. اما فيدريكو فنشر الصوره نفسها مع رفقه يعني رمز تعبيرا للقب للقلب الاحمر. ايوه ما كان والو كل شيء الناس كما صابنا ونتنشروا والاعلام يلعب دور ثاني ثاني الاعلام يلعب دور بزاف. يعني وإبراهيم دياز وفيدريكو يستعدان لمباراة الإياب أمام مانشستر سيتي، مباراة يعني ما أنا ما زدت تاكل باللي ما زدت تاكل على ربي ما تاكلين، يعني وين ريال مدريد غادي سوف يعود في المباراة ما نعرف، الله يجعل ما يديرولناش كيما العام اللي فات، العام اللي فات فاني خسرات كيما هاكا. ويستعد الثنائي إبراهيم دياز وفيدريكو للمشاركة مع ريال مدريد في مباراة الفريق بفريقهما القادمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأربعاء في إياب يعني مساء الأربعاء ثمانية بالعيد في إياب ربع الدور ربع نهائي دور أبطال أوروبا. وكانت المباراة الذهاب قد انتهت على واقع التعادل الإيجابي 3-3 ليتأجل الحسم إلى مباراة العودة وزعم خوضها على أرضية الملعب الاتحاد بمدينة مانشستر. وخاض فيدريكو مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي كاملة وقد سجل هدف ثالث لريال مدريد، فيما شارك دياز بديل في الشوط الثاني وشارك لاعبان سويا في التشكيلة الأساسية لريال مدريد أمام مايوركا، لا سيما يعني في وين ساهم في الانتصار الريال. يعني مباراة شوف
المباراه تاع كره قدم يلعبوا فيها زقا فيها ديبا تطيح بيناتهم بصح قد نورمال عليا ديبا تدخل في لينير تكون ديبا تكون بيان بلاسي ما يعطيها لك صاحبك وتسيبو ضيعها تتنرفز ديفوا صاحبك يضيعها تكل عليه باش يعاون باش يدير يكوفري عليك تاكي باش يولي يكوفري عليك ما تصيبهاش تصيب دارو عليك الدونجي بزاف كاين بزاف امور هذه هي وين ساهم في انتصار الرياض بهدف نظيف وين احرزه اللعاب لعب وسط ميدان فرنسي يعني من تسديدة قوية ويذكر أن ريال مدريد يحمل يحتل الصدارة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة من 31 يعني مباراة 26 فوز وست تعادلات وخسارة واحدة متقدم بفرق يعني 8 نقاط على برشلونة الثاني ويطمع ريال مدريد لنهاية الموسم الناجح والنهاية الناجحة يعني غادي تكون حيث يسعى نادي العاصمة الإسبانية للتتويج بالثنائية الدوري المحلي والدور أبطال أوروبا ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في المرات التتويج بالبطولتين حيث فاز باللقب الدوري الإسباني ليغا 35 مرة وحصد اللقب دوري أبطال 14 مرة وتعود آخر مرة جمع فيها ريال مدريد بين اللقب الليغا والدوري الأبطال في موسم واحد إلى موسم قبل الماضي 2021-2022 ما نعرف ورقم تاريخي لريال مدريد يهدد مانشستر سيتي في الدوري دوري أبطال أوروبا وين تتجه كل الأنظار يعني وين عشاق كرة القدم يوم الأربعاء إلى ملعب الاتحاد مع عاقل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمتابعة قمة إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدور أبطال أوروبا بين السيتي والحامل لقب الموسم الماضي وريال مدريد الأكثر تتويج بالبطولة في التاريخ ويبحث الفريقان في مباراة العودة عن حسم التأهل يعني المقبل يعني النصف النهائي رقم تاريخ لريال وين يهدد يعني ويدخل ريال مدريد مباراة سيتي المقبلة وهو يسعى إلى تعزيز رقمه التاريخي في الدور أبطال والعبور إلى النصف النهائي للمرة 12 على التوالي ونجح الملكي في تخطي الدور ربع النهائي من المسابقة خلال آخر 11 مباراة له بجانب إنجازه الأوروبي كأكثر فريق مشاركة في الربع النهائي 39 مرة وأكثر تجاوز للدور ذاته 32 مرة ما يوضح خبرته وقدرته العالية في الأدوار الإقصائية من البطولة هذه هي بالرغم من ذلك ستكون كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على موعد مع اختيار يعني اختبار غاية في الصعوبة أمام مانشستر سيتي على ملعبه وسط جماهيره فيما يدخل ريال للمواجهة وهو يتذكر خروجه في 3 مناسبات كاملة من البطولة أمام أندية إنجليزية وعدت ريال في الموسم الأخير على مواجهة فرق إنجليزية في الأدوار الإقصائية بعد أن وضعته القرعة ربع النهائي في مواجهة مانشستر سيتي مجددا في لقاء أصبح معتاد في السنوات الماضية بعد تكرر المواجهات بينهما في آخر 3 نسخ من البطولة و5 مرات من في النسخ التسعة الماضية غادي تكون بارتيا صعيبة غادي تكون بارتي كما نقول لك القمة اخويا مباراة غادي تكون قمة ماشي ماشي قصر اخويا تشبع عينك تروى عينك تروى هذه هي غادي عينك تروى الله ما عرفت كلش على ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نشوفوا مباراة شابة كاع
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.